بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد رسول الله الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط الله المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. ثم أما بعد، فما زلنا أيها الأحباب في صحبة مولانا الإمام البيجوري يوضح لنا دقائق وأسرار ما كتبه الإمام اللقاني مما يسمى بجوهرة التوحيد. وقد ختمنا سويا في اللقاء الماضي الكلام حول صفة المخالفة، وهذه يا شباب مفتاح من أدق مفاتيح المعتقد الصحيح، من أدق مفاتيح المعتقد الصحيح أن ربنا سبحانه وتعالى ليس كمثله، فلا يستطيع إنسان أن يشبهه بخلقه. ومهما ورد من نصوص توهم مشابهة الله بالخلق فإنها تؤول وتحمل على معنى يليق بجلال الله تعالى، تؤول وتحمل على معنى يليق بجلال الله تعالى. وكله في إطار ماذا؟ ليس كمثله شيء. العجيب يا شباب أن بعد أن قررنا هذا واسترحنا له، وقعنا في إشكال في غاية الدقة، في غاية الأهمية، في إشكال خطير يا شيخ أنيس، إذ يقول الإمام اللقاني في الأرجوزة: قيامه بالنفس وحدانية. إذن سيشير إلى صفة القيام، فأين الإشكال؟ أين الإشكال؟ منذ البيت الماضي مباشرة وفي الحلقة الماضية مباشرة كنا نقول إن الله تعالى لا يشبه شيئا من خلقه، صحيح؟ ثم تأتون في الحلقة التي بعدها أو في البيت الذي بعده مباشرة تنسبون لله النفس، قيامه بالنفس، فهل يجوز أن يطلق على الله نفس؟ هذا إشكال دقيق. كيف تقعون في هذا المأذق الخطير يا أشاعرة، بل يا علماء الكلام؟ أنتم ما لم تجف الأوراق من الحبر الذي كتب عليها أن الله لا يشبه شيء من خلقه، ثم تصفونه بإيش؟ بالنفس. هذا هو السؤال الأول حول مسألة القيام بالنفس، هل يصح أن نطلق على الله تعالى نفس؟ ما رأيكم؟ هذا إشكال يضعه بين أيدينا مولانا الإمام البيجوري ويحله حلا عبقريا كعادته رضي الله عنه، كعادته يجعل الرأس تدور أولا ثم يريحك، إذ يعطيك الفهم الإيش؟ الفهم المستقيم. إذن كأني يا جماعة سأدرس مع حضراتكم صفة القيام بالنفس حول ثلاثة عناوين كبرى. حول كم عنوان يا شيخ؟ العنوان الأول إشكال في تسمية هذه الصفة، ها، وحل في تسميتها ماذا؟ هي اسمها ماذا؟ القيام بالنفس. إشكال في تسمية هذه الصفة القيام بالنفس، وحل هذا الإشكال. وإيش؟ وحل هذا الإشكال، يعني سيضع بين يديك الإشكال ثم يحله، ثم إيش؟ يحله سيدنا الإمام البيجوري. جيد. العنوان الثاني مباشرة هو: ما معنى قيام الله تعالى بنفسه؟ العنوان الثالث مباشرة: أقم دليلا على قيامه تعالى بنفسه. واضح؟ كم عنوانا إذن ستدور حول هذه الصفة؟ الأول، لم أسمع، الأول إشكال في تسمية هذه الصفة بالقيام بالنفس، وإيه؟ وحل هذا الإشكال. لابد أن يحل، ويكون حله شديد الوضوح في أذهان الدارسين والفقهاء والعلماء والمتكلمين. واضح؟ طيب، والدرس الثاني ماذا نقصد بقولنا قائم بنفسه سبحانه وتعالى؟ والثالث الدليل على هذا. تعالوا يا مشايخ لنقرأ سويا ومباشرة. قال الإمام اللقاني رحمه الله تعالى: قيامه بالنفس وحدانية منزها أوصافه. أما مبحث الوحدانية فقد أطنب فيه الإمام اللقاني إذ ذكر الوحدانية في بيتين أو ثلاثة، ثم أطنب الإمام البيجوري في ماذا؟ في الشرح، فراح يشرح ويفصل لنا. تعالوا لنقرأ كلام الإمام البيجوري عند الإشكال وحله، عند الإشكال وحل. قال الإمام البيجوري: قوله قيامه معطوف على الوجود بحذف حرف العطف والتقدير، وواجب قيامه بالنفس. فأين هذا الكلام حول الوجود؟ وواجب له الوجود والقدم، كذا بقاء لا يشاب بالعدم، قيامه بالنفس وحدانية. عند كلمة قيامه بالنفس كأنه قال: وواجب أن تعتقد فيه قيامه، فهنا عطف مع حذف حرف العطف. ولماذا حذف حرف العطف يا شباب؟
للنظم. ليش؟ لينتظم البيت حتى لا يكسر ولا تكسر القافية. فإن هذا النظم مقام على بحر من بحور الشعر اسمه ماذا؟ بحر الرجز. ولذلك يقال عن هذه الجوهرة يقال عنها ماذا؟ أرجوزة. أرجوزة ليش؟ لأنها مبنية على بحر ماذا؟ الرجز. إذن لما تقول قيامه بالنفس إنما هي معطوفة على وواجب له القدم. إذن وواجب له كما وجب له القدم، ووجب له الوجود، ووجب له المخالفة للحوادث، ووجب له البقاء، كذلك وجب له ماذا؟ القيام بالنفس. واضح هذا الكلام؟ قال وواجب قيامه بالنفس. قال في كلمة النفس عوض عن المضاف إليه. وقول الشارح والصفة الرابعة من الصفات السلبية الواجبة له تعالى قيامه بالنفس. قال حل معنى لا حل إعراب. حل إيه؟ كأنه أراد أن يقول معنى هذا الكلام أن الله قائم به بنفسه سبحانه وتعالى كما تقدم. وقد جعل بعضهم اقرأوا يا شباب ها، وقد جعل بعضهم الباء في قوله بالنفس باء، وهنا يبرز الإشكال. كتبت بالقلم، صورت بالكاميرا، شربت بالكوب، ضربت باليد، فالباء باء الايه؟ فإن جعلنا الباء في قوله قيامه بالنفس باء الآلة، فهذا يعني أنه قائم بشيء خارج عن ذاته وهي آلة تسمى، وهنا يكون المصيبة. فهذا الباء باء الآلة؟ ليش لا؟ لما تقول لا؟ سنعرف الآن، لا تستعجل. من الذي جعلها لا؟ الذي قال إن الباء هنا باء الآلة هذا من يا مشايخ؟ ها؟ السكتاني، وهذا إمام كبير من أئمة اللغة، عيسى بن عبد الرحمن المالكي أبو مهدي القاضي، فقيه ومتكلم، توفي في مراكش سنة 1062، له مصنفات كثيرة جدا. هو يقول هي باء الآلة، وأنا آتي وأنا جالس هنا في أقول لا وخلاص دون تنبيه، لا تعالى لنعرف. قال ها وقد جعل بعضهم الباء في قوله بالنفس باء، وأصل هذا الرأي لمين؟ للسكتاني. اسمع ماذا قال البيجوري، وفيه إساءة أدب. وفيه إيش؟ فالذي يجعل الباء في قولك قائم بنفسه باء الآلة، فهذا ماذا فعل؟ ساء الأدب مع من؟ ليس مع اللغة، فهو في اللغة باء الآلة، هو في اللغة ليس خطأ، والله هو باء الآلة. كتبت بال، قرأت بال، بالعين قرأت بعيني، ها، شربت بالكوب، ضربت باليد، صحيح؟ هو في اللغة باء الأدب باء، ولكنك إن نسبت هذا المعنى الصحيح لغويا مع الله فإن فيه إيش؟ الله، أمر في غاية الخطورة. انظر يقول ففيه إيش يا مشايخ؟ وقد تلخص الشيخ يحيى الشاوي، يحيى الشاوي قد تخلص. كيف تخلص وهو باء الآلة فعلا؟ كيف لا أقع في إساءة الأدب؟ ماذا أفعل؟ قد تخلص الشيخ يحيى الشاوي من إساءة الأدب بأن فائدة ذلك تظهر، أي لا بغيره. أوه، يعني إيه يا شباب هذا الكلام؟ هذا هو الإشكال، هل يجوز أن يكون هذا باء الآلة؟ هو باء الآلة في اللغة، ولكن في إطلاقه على الله إساءة إيه؟ كيف تخلص الإمام الشاوي من وقوعه في إساءة الأدب؟ قال يظهر، قال فائدة ذلك تظهر في المقابل لا بغيره. إيه يعني؟ ما فهمت أنا، كيف يعني فائدة ذلك تظهر في المقابل لا بغيره؟ أنا هل فهمتم؟ طب أنا أريد أن أفهم، هل تريدون أن تفهموا؟ ما رأيكم؟ قال والمعنى، كلمة والمعنى يعني افهم يا بجم، يعني إيه؟ وبجم على وزن العجم، يعني خلاص. والعجمة هنا لا يقصد بها اللسان، إنما هي عجمة الفهم لا عجمة اللسان، فكثير من العرب عجم، خاصة المصريين، أقصد طلاب المصري، عجم عن الفهم. قال فائدة هذا تظهر في المقابل لا بغيره، يعني إيه؟ ماذا تقصد؟ فائدة هذا تظهر إيه شيخ أنس؟ في المقابل لا؟ كيف يعني؟ قال والمعنى، يعني إيه والمعنى؟ افهم يا إيه؟ يا مولانا، أن الغير ها
ليس آلة في قيامه تعالى. أن الغير إيه؟ ليس آلة في قيامه تعالى، فهو نظير ما سبق في وجوده لذاته لا لعلة، يعني هو قائم بذاته لا بغيره. فالنفس هنا ليست آلة، وإنما النفس هنا بمعنى الذات. الله، النفس بمعنى إيه؟ قائم بذاته لا بغيره. كلمة قائم بنفسه ليس معناها قائم بآلة تسمى النفس، إنما قائم بنفسه يعني قائم. ويشهد لهذا المعنى أن النفس في اللغة تطلق على معاني، تطلق على، فيقال نفس الشيء، نفس الشيء يعني ذاته، وتطلق على النفس الشهوانية، صحيح؟ وتطلق على المشابه، يقول هذا نفس هذا، يعني إيش؟ يعني يشبهه وهكذا. إذن هل هذه باء الآلة بمعنى أن الله قائم بشيء يسمى النفس؟ عياذا بالله. أما معناها إيه؟ فائدة هذا الإطلاق يظهر في المقابل، يعني أنت تقوم بنفس وهو يقوم بإيه؟ بذاته لا بغيره. قائم بنفسه يعني قائم بذاته لا يحتاج إلى، أم أنه يحتاج إلى أحد؟ هل يحتاج إلى أحد؟ حاشاه سبحانه وتعالى. قالها فالمعنى، اقرأوا واسمعوني صوتكم، فالمعنى أن الغير ليس آلة في قيامه تعالى، فهو نظير ما سبق في وجوده لذاته لا. البيجوري لا بد وأن يضع رأسه وسن قلمه، لن يسكت. أين رأيه؟ إمام كبير. قال رضي الله عنه ولكن الأولى أن الباء سببية أم آلة؟ الأولى أن تكون الباء للإيه؟ لأن الآلة واسطة الفعل ولا تناسب هنا. الآلة واسطة الإيه؟ الفعل. وهل الله يحتاج إلى واسطة فعل ليقوم بها؟ أبدا. طيب، كما لا يناسب جعلها للتعدية، لا هي باء للتعدية ولا هي باء للآلة، وإنما هي باء للإيش؟ لأن مجرور الباء التي للتعدية يكون مفعولا به بمعنى كذهب الله بنورهم، يعني تعدى هذا الفعل إلى غيره فذهب الله بنور من تعدى الفعل إليهم. هذا إذا كان الباء للإيه؟ للتعدية. لكن قائم بنفسه، هل هذا باء التعدية؟ فيتعدى بنفسه فيتعدى قيامه ليقوم بمفعول به؟ مستحيل. لكن انظر، ذهب الله إيه؟ يعني هل هناك فارق بين هذين التعبيرين في اللغة؟ ذهب الله بنورهم، الله تعالى قائم بنفسه، هل هناك فارق؟ ها؟ فارق في جعل الباء هنا متعدية، وفي جعل الباء هنا سببية. في جعل الباء تعدية أي أن الفعل تعدى للغير، في جعل الباء سببية أن سبب قيامه تعالى بنفسه أي أنه لا يحتاج إلى غيره. واضح يا شباب؟ قال ولا كذلك ما هنا. وجعلها الشيخ الملوي بمعنى في، قائم في نفسه، فهي للظرفية المجازية. فالمعنى إذن بعد هذا النقاش كله، المعنى ماذا؟ ها، فالمعنى قيامه في نفسه ليس باعتبار شيء آخر. لكن أنت قائم بنفسك أم قائم باعتبارات أخرى؟ أنت الآن جالس فوق سطح بناية، فلو انعدم هذا السطح أين تذهب؟ تسقط، لأنك قائم بهذا الشيء، صحيح؟ وكل ما حولك قائم بصفة الله القيوم، قائم بصفة الله. أما هو فقائم بصفة ماذا؟ بنفسه، أي بذاته، أي لا يحتاج غيره في قيامه بنفسه. أنت جائع تحتاج إلى الطعام لتشعر بالشبع، صحيح؟ فأنت شبعت بذاتك أم شبعت بطعام؟ أنت رجل تحتاج إلى شهوة، تحتاج إلى، فتتكاثر بنفسك أم بشهوة؟ أم أنهم يتكاثرون في باكستان بأنفسهم؟ لا يوجد هذا؟ لا يوجد هذا، مستحيل. فالله لأنه مخالف لنفسه فهو قائم بذاته لا بشيء، لا بشيء آخر، صحيح. كما يقال هذا العبد في نفسه يساوي كذا، أي لا باعتبار شيء آخر معه، لا باعتبار شيء.
طيب كل هذا الكلام في الباء ولم تبرز أمامنا الشبهة حتى الآن. ما هي الشبهة التي أشرنا إليها في بداية هذا الدرس؟ هل يطلق على الله نفس؟ صحيح؟ قال الإمام البيجوري يا شباب ها، والمراد من النفس هنا الذات، المراد منها إيش يا شباب؟ الذات، فإنها تطلق على الذات كما هنا، وتطلق على الدم كما في قوله تعالى ما لا نفس له سائلة لا ينجس. النمل إذا مات يكون نجسا؟ لا، لأنه ليس له نفسا إيش؟ النفس السائلة يعني إيه؟ يعني الدم. فالنفس تطلق على الذات، وتطلق على النفس الإيه؟ وتطلق على الأنفة. تطلق على ماذا؟ كما في قولهم فلان ذو نفس، يعني نفس وكله كده وشايف نفسه على الناس وكذا، ذو إيه؟ أنفة. وتطلق على العقوبة، قيل منه قوله تعالى ويحذركم الله نفسه، يعني عقوبته ها؟ وأي عقوبته؟ صحيح يا مشايخ؟ والحق، اقرأ هذه الجملة البيجورية الماتعة والضرورية أن يفهمها كل طالب. ماذا قال؟ والحق أنه يجوز إطلاق النفس على ذات الله تعالى من غير مشاكلة. ماذا يقصد بقوله من غير مشاكلة؟ ها؟ أي من غير مقابلة. هذه نفسه لا نقول له ويقابله نفس فلان، لا، نفسه يعني ذاته. يجوز إطلاق النفس على الله ولا لا يجوز؟ كما يدل له قوله تعالى كتب ربكم على، خلافا لمن زعم أنها لا تطلق عليه تعالى إلا مشاكلة، كما في قوله تعالى تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. كأنه وضع نفسه أي عيسى عليه السلام في مقابل نفس من؟ هذا ليس صحيحا، وإنما يقول تعلم ما في نفسي ويعرف نفسه، ولا أعلم ما في نفسك أي ما في ذاتك. واضح؟ فهل يطلق على الله نفس بهذا المعنى، بأنها بمعنى الذات؟ لأن النفس تطلق على الدم، وتطلق على العقوبة، وتطلق على الذات، وتطلق على الأنفة، فإذا هي من المشترك الإيه؟ اللفظ. فهل أخطأ العلماء عندما نسبوا لله صفة القيام؟ هل أخطأوا؟ الآن ما معنى قيامه تعالى بنفسه، وما الدليل عليها؟ هذا ما سنلتقي عليه في المرة القادمة بإذن الله تعالى. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.